شقرف بتنور مصر. أيوة ما تستغربش، دي حكاية قرية في الدلتا بتثبت إن مصر طول عمرها ولادة، وولادها قادرين يصنعوا المعجزات وبأقل إمكانيات. علشان كده شقرف برجالتها وستاتها شغالين ولا خلية النحل علشان يطلعوا اللمبة الليد اللي انت بتشتريها علشان تنور بيتك وفي نفس الوقت تكون موفرة للطاقة. فازاي سيطروا على السوق وازاي وصلوا تنزانيا وهل فعلا هيصنعوا موبايلات؟ انا ماريا مجدي ويلا بينا نعرف ايه حكاية القرية دي. قرية شقرف في الغربية طول عمرهم عايشين على الزراعة، بس بسبب شخص واحد بس سيطروا على تلتين سوق لمبات الليد في مصر. هي دي قصة النجاح اللي بدأها شاب من أبناء شقرف اسمه وائل الشيخ. وائل كان شغال في استيراد اللمبات الليد من الصين وباعها جوه البلد بهامش ربح بسيط، لكن في 2014 قرر يغير الشغلانة وقال لك ليه ما جمعش هنا في مصر وقلل التكاليف وهو أهل القرية يشتغلوا والخير يعم على الكل. وبالفعل تم إنشاء مصنع الدلتا للمبات الليد في شقرف واشتغلوا على التجميع لمدة سنة تقريبا، ولما المشروع نجح علوا سقف طموحاتهم وقرروا انهم يدخلوا في التصنيع. في البداية استوردوا ماكينات لحقن منافخ البلاستيك من الصين. الماكينات دي كانت مهمتها الأساسية فصل جسم اللمبة البلاستيك، لكن فضل أهم جزء واللي فيه التكنولوجيا بيجيبوه من الصين وهو البوردة اللي عليها الليدات، وده اللي خلاهم ياخدوا أرض على طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي يبنوا عليها مصنع أبو غالب. المصنع ده بيصنع أجزاء مختلفة من اللمبة، لكن الدينامو الرئيسي فيه هو خطوط إنتاج البوردة، وده لأنهم بدأوا يستوردوا مكونات البوردة والدائرة الكهربائية الخاصة بيها ويجمعوها في مصر، والأجزاء بتطلع منه وتروح على قرية شقرف علشان يتم تجميعها وتوزيعها على محلات الجمهورية. والمميز في المشروع ده إنه شغل كل أهالي القرية واللي عددهم 20,000 واحد، ودلوقتي بقت شقرف زيرو بطالة بعد ما كان ولادها بيهاجروا برا. ومش بس كده، ده في صناعات تانية دخلت القرية علشان تخدم على المنتج الأساسي زي صناعة التغليف ومصانع الأكياس البلاستيك. وخد المفاجأة الكبيرة بقى، شقرف بتصدر لمبات ليد ليبيا وكينيا والسودان ولبنان وأرمينيا، ده غير انهم خدوا مصنع في تنزانيا لان فيها ميناء على المحيط الهندي في شرق افريقيا، وكمان قريبة من دول زي رواندا وبوروندي وزامبيا، وبينهم اتفاقات تجارية هتفتح الباب امام لمبات الليد المصرية علشان تدخل الاسواق دي بسهولة. والسر في نجاح ولاد شقرف هو تحقيق اصعب معادلة في الصناعة، جودة كويسة بسعر مناسب، لان تصنيع اللمبة وفر 50% من تكلفة الاستيراد، واللمبة الحجم الصغير بتتباع ب 25 جنيه. فهل وقف حلم أبناء شقرف لحد كده؟ الإجابة لا، الناس دي عندهم طموح خلاهم يخططوا لاستيراد ماكينات أكتر تطوراً الفترة اللي جاية، ودي عن طريقها هيقدروا يصنعوا أي نوع بوردة لأي مصنع أياً كان مجاله. احنا بنتكلم هنا عن بوردة للموبايل او بوردة للاجهزة الكهربائية زي ما تحب. وفعلا هم دلوقتي مركزين على الدخول في صناعة الهواتف المحمولة والحصول على الموافقات والرخص اللازمة، ودلوقتي مع التطور الصناعي في القرية كل مطالبهم تحسين الخدمات بالقرية وانشاء مكتب للبريد او فرع لاحد البنوك، وده لتسهيل التعاملات المالية وتمهيد الطرق وانشاء مدرسة للتعليم الثانوي الفني الصناعي في القرية. فهل سمعتوا عن قرية شقرف قبل كده ولا دي اول مرة؟ ولو تعرفوا قصص نجاح مشابهة اكتبوا لنا في الكومنتات.